مرحبا بحضراتكم مرة تانية. فقرة مع الناس واللي دايما بنكون معاكم فيها كل يوم خميس، دايما بنحرص اننا نقدم لحضراتكم مواهب اولادنا وشبابنا. المواهب مختلفة ومتعددة، وعلينا اننا نشوف ونكتشف مواهب اولادنا، وعلينا اننا نشجعهم وننمي مواهبهم. مش مشكلة فترة الدراسة ولا فترة الاجازة، لكن ازاي نكتشف ان عندهم موهبة، وازاي نشجعهم، وازاي حتى لو شايفين ان الموهبة لسه في بدايتها وملامحها مش باينة قوي، برضو نفضل نشجعهم ونفضل ورانا. احنا علينا دور عشان في الاخر نشوف ثمرة حلوة لتعبنا معاهم. النهاردة هنقدم لحضراتكم مش موهبة واحدة، لكن الحقيقة هو عنده اكتر من موهبة. ازاي اكتشف في نفسه كل دول، وهل في حاجة كانت بتضغى على التانية ولا قدر انه يعمل كل الحاجات اللي هو بيحبها في وقت واحد؟ الحاجات دي كانت عائق بالنسبة له في طريق دراسته ومذاكرته ولا لا؟ يمكن احنا مش بس بنقدم موهبته، لكن بنقدم موهبته بشخصيته كرسالة لكل أب وأم، إزاي يعرفوا يتعاملوا مع مواهب أولادهم ويقسموا وقتهم ويكونوا ناجحين في كل حاجة. بسعدني وشرفني يكون معايا مهندس جوزيف عماد، موهبة عزف، تأليف موسيقي، شعر، في حاجة تانية؟ تلحين ورسم، بس ما جبتوش معايا ورسم كمان. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك. أنا هبتدي بقى، يعني أنت مين جوزيف في كل دول؟ بتلاقي نفسك فين؟ اكتر حاجه يعني يمكن من العزف والشعر، بس لو هنختار واحد يبقى الشعر اكتر من العزف. هو العزف متفوق فيه، ولكن الشعر برضو بيكون التأليف ذات نفسه يعني حاجه نابعه من الداخل من جوه. انا سالتك التأليف. بتلاقي نفسك فين؟ لان في حته معينه الواحد لما بيروح لها وبيقعد فيها بيلاقي سعادته، بيلاقي لذته، بيلاقي تفوقه، بيلاقي نفسه بيشتغل من غير حتى ما يفكر، لان هو ده نفسه. فعشان كده بقول لك انت بتلاقي نفسك فين. طيب ازاي بقى اكتشفت في نفسك انك عندك تلحين وتاليف وموسيقى؟ بدات الحكايه من امتى؟ هي لو ناخدهم بالترتيب، في البدايه خالص كنت برسم من وانا صغير يعني، وحابس في موقف صغير حابب احكيه كده، ان هو وانا صغير في اولى او ثانيه ابتدائي حاجه كده برسم عربيات وكوبري وحاجات كده يعني، ف بروح بقى بوريها للمدرسه بتاعتي، بصي انا رسمت حاجه جميله، بصي العربيات، بصي بتاع. فطبعا لقيت الوش الجميل قوي، ايه اللي انت رسمه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ انت ايه يعني النمل اللي ماشي على الكوبري؟ ايه ده؟ امسح الكلام ده. احبطتك طبعا. انا يعني رجعت بقى مكاني في الفصل. انت كنت فرحان برسمتك وانت رايح توريها لها؟ جدا. محدش يعني متخيل يعني طفل صغير رسم حاجه جميله بالنسبه لي على الاقل. فرجعت الحاجه اللي حصلت دي، وقفت رسم تقريبا من اولى ابتدائي لحد لما لقيت ميس تانية تقريبا سنه سته ابتدائي بدات ان هي تبدا تشجع بقى، ده جميله بس تبقى اجمل لو عملنا مثلا كذا، تبقى احلى مثلا، شوف العين مثلا تبقى عامله ازاي، شوف الحاجب. التشجيع بيفرق جدا مثلا في الحاجات دي. فده الرسم، ان هو اول حاجه مثلا بدات فيها هو موضوع الرسم، ان هو اي طفل صغير بيكون بادئ بقى بيشخبط، فالرسم دي كان اولهم. يعني الرسم اولهم، لكن في كل الاحوال محتاج الايد اللي تمسك وتساعد على التخطيط واللي تشجع واللي تطبط. يعني ان انت تفضل فاكر كمان الموقف ده من سن اولى او تانية ابتدائي، ده معناه انه اثر فيك قوي. ده بسبب وقفني خالص يعني بتاع من اولى لخمسه، فحاجه نفسيه طفل. واعتقد انك لما لقيت التشجيع يا جوزيف من حد تاني ابتديت تشوف ان لا، ده الراي اللي اتقال فيا من سنين كان غلط، فاخدت عند بينك وبين نفسك انك تتفوق على نفسك في الحاجه دي بشكل مختلف. صح. طيب نروح بقى لحاجه تانيه غير الرسم. قولي بقى بعد الرسم يعني إيه؟ احنا عائلتنا عائله فنيه شويه. فخالي مثلا بيعزف عود، خالتي بيعزف عود، مش عارف ناس بتالف شعر ناس. فمن صغري وانا شايف خالي ادخل مثلا عند جدتي الله يرحمها وكده الاقي عود محطوط، فاحب قوي شكله واحب ان انا عايز طب علمني حاجه. لا طبعا ما تجيش جنبي وانت لسه صغير، لحد لما في يوم من الايام مثلا هو كبرت شويه ولا علمني بقى. جاب لي مثلا جبت عود وبتاع، وبدات ان انا ادندن عليه. انا يمكن طبعا كله نشاز في الاول طبيعي مع اي حد، ولكن مستمتع. واحده واحده قلت له مثلا لا علمني، فبدا ان هو يديني البيات الموسيقيه بقى والسلم الموسيقي والحاجات دي. ده كان في سن قد ايه؟ ده كان في تانية سنة. مش صغير قوي، بس يعني بدأ البدايات وحببني في العود، وبعد كده كملت على الانترنت يعني.
يعني ما رحتش درست في مكان كمان متخصص ده، يعني انت اللي دورت بنفسك ازاي تتعلم بعد ما خدت الاساسيات. يعني بصراحة هو مفيد جدا. ممكن بسألك ده لان في ناس بتقعد سنين تدفع فلوس وتروح عشان تتعلم حاجة ما بتحصلش، الموهبة ما بتكونش حقيقية، ولا انت شايف ايه؟ لا، في يعني بلاقي مثلا في انواع من الناس، في واحد محتاج لا حد قصادي ابدا ان انا اكلمه ويبدا يمسكني العود ويبدا يجرب، وفي واحد تاني ممكن عادي انا مثلا بشوف حاجه ابدا ان انا اجرب فيها، يجرب الاول ويغلط وبعد كده يتعلم. لكن عادي الاثنين ممكن يكونوا موهوبين جدا يعني. طب الموهبه الاولى الرسم، انت ما جبتناش معاك حاجه عشان نشوف الموهبه دي صراحة. الخطوه اللي بعدها كانت هي العود اللي ابتدت في ثانيه ثانوي زي ما بتقول، او في سن ثانوي يعني المرحله دي، فاحنا مش هنفوت حاجه كده واحنا بنعدي غير لما نسمع بقى عشان نشوف اتعلمت من على الانترنت جوزيف بقى ايه. اسمع حاجه. في مهرجان الكرازه كنت حاولت الف حاجه يكون فيها تجميع حلوة كده من كذا حركة أو كذا تكنيك بعرف أعزفه، ورحت بيه تاني يوم. أنت أخدت جايزة في مهرجان الكرازة عن دي ولا المقطوعة دي؟ خدت مركز أول فيها والسنة اللي بعديها، لأن عزفتها هي للأسف كانش عندي وقت أقلف واحد تاني فنزلوني مركز تاني. لو كانت حاجة جديدة كان ممكن، لكن دي اللي خدت مركز أول. منتظرين السنة دي. بتعزف بتكنيك مختلف غير اللي احنا متعودين نسمعه من العود؟ يمكن علشان مقطوعات، يعني مقطوعة موسيقية عادية، لو لكن في الترانيم بتكون بأسلوبها. لكن دي تأليفك انت جزء. طب خلينا نروح بقى بعد يعني ما تعلمت العود، ابتديت بقى كده تألف مقطوعات، ولا اكتشفت ان انت كمان مع العود انت بنفسك ممكن تغني او ترنم؟ دي اكتشفنا بس بعد مدة يعني جميلة. يمكن اللي بعد العزف على طول كان الشعر، انك تكتب. يعني دايما الشعر مثلا نسمع ان هو مثلا واحد مثلا كان في موقف معين بقى حاسس جامدة جياشة كده، وبعدين جيت مثلا بجرب اكتب حاجة عن خطية مثلا وكده، فلقيت يعني حلو يعني مصغة معقول، وفي نفس اليوم ألفتها وقلت أجرب بقى أديها إيه لحن بقى، يعني مش مشكلة نطلع ملحنين بس يعني أجرب. فجربت لقيت التلحين حلو ورحت سمعتهم في البيت فتحفة. ده حلو قوي، لا كمل. يعني زي دور المدرسة بتاع زمان، تشجيع، دور البيت برضو حاجة قيمة جبارة جدا. حتى لو حسينا أن الكلام أو الموهبة أو الخطوة دي لسه في أولها في بدايتها، بس مهم أقول عليها حلو.
يعني أكيد. لان في ناس بتقول حلو وخلاص عشان الولد او البنت اللي بيقعدوا يزنوا بتتحس. يعني تعالي لا تعالي اسمعي، تعالى اسمع يا بابا شوف انا بعمل ايه فعشان اخليه يسكت. اه حلو، لكن مهم التقييم يبقى بشكل صح. يعني شايف ان الخطوه الاولى لسه على قدها، لكن في حاجه حلوه مشجع. اقول له حلو بس كم مشجع صحيح بس صادق برضه. يعني في ناس زي ما حضرتك بتقولي ان هو بيتكلموا مثلا ان هو الولد بيجي مثلا يزن او كده، اه حلو من قبل ما يسمع. طب انت بتحبطني اكتر بكتير ما جيت يا عم يعني اسمعني. طيب انت ما سمعتني انت جيت ليه يعني. بتبقى حاجه صعبه جدا على نفسيه الطفل. غير مثلا لما مثلا حد يجي برضه يسمع يقول اه دي جميله حلو قوي في سنك ده انك تكتب حاجه زي كده، دور بقى ازاي تنميها. اسمع مثلا حاجه كذا، اسمع كذا، اسمع كذا. بتكتب عمي ولا بتكتب لغه عربيه؟ عمي. عمي. فكرت برضو تعرض كتاباتك على حد مختص، شاعر كاتب، وتسمع رايه او نقده ليك عشان تبتدي تطور في موهبتك؟ يمكن في نقطه الشعر دي بالذات، يعني في استاذ عندنا في الكنيسه اسمه استاذ نصير نبيه، ده بقى اللي بعتبره معلمي يعني. هو يعني الكل في الكل بالنسبة لي في موضوع الشعر دون، ان هو رحت له بأول ترنيمة عملتها، أول حاجة يعني في خيالي ان هي ترنيمة أصلا. ورحت له وقلت له مثلا الحاجة دي، اداني تشجيع فظيع بقى، اه ده جميلة وتعالى وبتاع وتعالى نعلمك ودي تبقى أجمل ودي كذا ودي كذا ودي كذا. بدأ يعلمني واحدة واحدة وأكتب بعد مدة مثلا وأرجعه تاني ويشجع. والواحد مثلا يوصل لمراحل يعني اللي هو حاسس في نفسه إيه ده، مش بتقدم، لا ده انت تقدمت اكتر المره اللي فاتت وتكون بصدق وفعلا يثبت للواحد انت في النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي. دي مثلا دي حاجه كويسه دي حاجه سلبيه، حاول تطور. فمن اكتر الناس اللي ساعدوني في الشعر يعني. ايه اكتر حاجه انت كتبتها ولحنتها وبتحسها جواك، انت فرحان ان انا عملت ده وحاسس ان المستوى ده انا راضي عنه؟ في ترنيمه كتبتها ولحنتها دي يعني احساسها قريبه جدا لقلبي. بتتكلم عن ايه عشان نسمعها منك؟ طيب هي بتتكلم لما الواحد مثلا يكون خاطي عادي وفجأة يلاقي بدل العصاية خير، طيب نعديها اول مرة، طيب تاني مرة خير خير خير، فيتوصل الواحد يخجل ويتكسف من ربنا ومن نفسه من اللي هو بيعمله ده. فهي اسمها بتكسفني. بتكسفني. نسمع بتكسفني. ماشي. ليه في كل وسع الكون قلبك
ده جوايا وحواليا مرحمك انت يا قدير مرحمك انت يا قدير. بتهمس في قلبي كلام يدوبني وطعم جميل. بتلمسني تطمني وتشفيني لو كنت علي. بحبك ليا بتعبر صليبك كان لي أقوى دليل صليبك كان لي أقوى دليل. بتحضني فبنسى الدنيا والأيام وبفتكرك. بتأسرني فبتعزم وبلقى أمان قصاد صورتك. تجهزني عشان في يوم من الأيام أسكن معاك. وترسلني أوصل صوتك لعروسة مش سمعاك. تجهزني عشان من أيام أسكن معاك. وترسلني أوصل صوتك لعروسة مش سمعاك. لو قدام
في عيني خلاص الناس بقوة فيها انت بتعمل فيا وفيهم سلامك حل هي وفيهم سلامك حل وده لو حل دقنا سلامك وده لو حل دقنا سلامك. هاي يا جوزيف حلو جدا، كلمات جميلة وأكيد العزف كمان واللحن جميل جدا. أنت قدرت تعمل كل الحاجات دي إمتى وإزاي مع مذاكرتك؟ يعني احكي لي كده إزاي كنت بتنسق وقتك وده ما تعرضش إنك أنت مش بتشتغل في حاجة واحدة بس ولا عندك هواية واحدة، وفقت ده إزاي؟ ليه ما فكرتش إنك تخلي دراستك هي نفس موهبتك؟ هو بصراحة يعني صعب في البداية أنا كنت أوفق بينهم. أنا كنت بحب العود جدا، فقلت الخيال أنا هو السنة دي هتعلم عود. فعلا بدأنا أتعلم عود، بس ده كان في تانية ثانوي، يعني في تانية ثانوي على نظام السنة العامة اللي أنا كنت فيها، فكان سنتين. فبدأت وبسبب العود بدل ما أدخل كلية هندسة دخلت معهد. هي الفكرة في حاجة أن هي العود مش هو آسف العود مش هو المشكلة خالص ولا الموهبة، بالعكس يعني بتصفي الذهن وتهدي الاعصاب خالص وتخلي الواحد يعني رايق خالص للمذاكره. ولكن المشكله اللي وقعت فيها واعتقد ناس كتير وقعت فيها موضوع ان هو بخصص اليوم كله للعزف. حتى مثلا لو في دروس او كده اخلص الدرس وكده وارجع طول النهار اكون ضرب على العود. يعني الكلام ده معرفش تقسم وقتك في البدايه. حاجه مغرم بيها وبعشقها، عود عايز اتعلم حاجه جديده كمان، وبلاقي ان يوم عن التاني بفرق فعايز اتعلم. فيمكن النقل دي ان هو بدل ما ادخل هندسه كليه دخلت معهد. لما دخلت المعهد بعد كده قلت لا، يعني كنت وصلت لمستوى معقول في العود عجبني يعني وكده، فانا قلت يعني اما كنت اطلع الاول على المعهد ده وما بقاش ان انا اصلا استحق ان كنت ادخل الكليه من الاول. لكن انت دخلت المعهد واستسلمت للامر الواقع اللي حصل، يعني انت هدفك قبل المعهد وانت بتتعلم مزيك كنت عايز تدخل هندسه؟ خالص مش هندسه خالص. هي يعني ماشي فكره كويسه، وبرضو واحنا في ثانوي وكده ما يكونش الواحد عنده فكر ناضج مكتمل ان هو الهندسه دي ايه وهطلع اعمل ايه وبتاع. بيشوفها مثلا الهندسه دي مهنه كويسه، دي حاجه كويسه، عايزين باباك مثلا مامتك والعيله ده المهندس ده حاجه كويسه. ولكن الواحد ما يكونش عنده النضج الكافي انه يسعى يعني بجد يشتغل دفته. لكن فكرت وانت في ثانوي مثلا انا هدخل معهد موسيقى عربيه، هدخل كليه تربيه موسيقيه، حاجه ليها علاقه باللي انا بحبه، فيبقى مذاكرتي هي نفس الوقت اللي انا بحب اقعد مع الاله اللي انا بحبها. جه في تفكيرك ده في وقت جدا يعني العائق كان ايه؟ العائق كان ايه؟ السؤال ده جميل خالص. يعني هو يوم مثلا خلصت ثانويه عامه وكده وانا لقيت ان هو ممكن دلوقتي خلاص ان انا اختار الكليه اللي عندي، فانا رحت بقى لغه بقى. انا بقى عايز ادخل كليه ايه او معهد الفنون والموسيقى والكلام ده. طبعا لقيت بصه جميله مرحبه، لان هو يعني هي طبعا المعهد الموسيقى والكلام ده حاجه جميله جدا وبتعلي الواحد وليها جمال وكيان جميل، ولكن يمكن من نظر البيت برضو ومن ان الحاجه دي مثلا ملهاش هما بيحلموا لك بحاجه اكبر من كده. اكبر من كده. وفي نفس الوقت بيشجعوك على موهبتك. لكن افصل يعني ذاكر واجتهد وخليك حاجه حلوه، واحنا مش هنحرمك من انك تمارس الحاجه اللي انت بتحبها كمان. وكمان طالما انت خلاص يعني انت معاك العود وبتتعلم كده، فلا يعني وسع مجالاتك. انت عندك مثلا اله زي دي بتعرف تعزف، خلاص شوف شغلانه ثانيه وثالثه ورابعه. يبقى عندك كذا مجال. انا هقول ده مش بقى النهارده، دايما بوجه الرساله بتاعتي لبابا وماما في البيت، لكن النهارده هقول لكل واحد عنده موهبه وبيحبها، اجتهد جدا جدا ان انت تتعلم الحاجه اللي انت بتحبها، رسم، موسيقى، شعر، اي رياضه، اي حاجه انت بتحبها. لكن في نفس الوقت مستقبلك تقدر برضو تمشي بالتوازي معاه وتكون متفوق، مفيش حاجه هتكون عائق. اعتقد دي الخلاصه اللي بعد التجربه بتاعتك اكيد طلعت بيها يعني. طيب جوزيف انا سعدت بوجودك معايا جدا حقيقي، شرفتني، وموهبتك تخلينا فخورين بيك وبالحاجات الجميله اللي انت بتعملها، والاكيد هي كمان انت بتستخدمها لمجد اسم ربنا وللخدمه.
الوقت الفقرة انتهى، لكن ممكن نختم معاك بحاجة سريعة ونخرج بيها للفاصل بتاعنا. تسمعنا ايه؟ في حتة شعر صغيرة خالص يعني اسمها ما بيسيبناش. بتقول دي بالعود. لا لا لا. احنا عايزين، لا عايزين نسمع حاجة بقى بالعود. حاجة تكون برضو لو حاجة انت مألفها بتحبها، شعار معين، يعني حاجة انت تختم لنا بيها. هي في حاجة عن الخدمة بس لأنها طويلة شوية فاخد ثلاثة أبيات بس يعني. واتمنى لك يا رب كل التوفيق، يعني دايما في تقدم ودايما تمتعنا ودايما تشارك وتخدم في كنيستك وتسمع وتوصل صوت ربنا من خلال المواهب المتعددة اللي ربنا اديها لك. شكرك ونورتني يا جوزيف. انا اكتمل شكرا لك. نخرج دلوقتي للفاصل وبعدها نرجع نتابع مع حضراتكم الفقرة الأخيرة في حلقة النهاردة وجولة في أهم عناوين الصحف اليومية.